كل الناس فاكرة ان اللو كارب او فاهمين اللو كارب دايتس غلط، فاكرين ان الرز والشوفان والبسكوت بالشوفان انه يصنفوا من ضمن اللو كارب دايتس. مبدئيا كده طالما ذكرت كلمة لو كارب دايتس فاذا انت لازم تقطع تحت برنامج تحت ال 80 او 70 جرام كربوهيدرات. ثانية واحدة وافهم يعني ايه كربوهيدرات قبل ما تاخد الجرأة وتتحمس وتسأل اي سؤال في الفيديو. لو كارب دايتس، كلمة كربوهيدرات هو مصدر من مصادر الطاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من ضمن الثلاث مصادر البروتين والدهون والكربوهيدرات، ده مصدر أساسي لإنتاج طاقة. بس إمتى يكون أساسي؟ لما الجسم يكون محتاجه. طب لو زاد يا دكتور عن احتياج جسمه، بيبدأ بيخزنه الجسم في صورة دهون لو جسمك ما هوش عارف يحرق الكلام ده. طب يا دكتور هو مين اللي بيحرق الكلام ده؟ هرمون معين بيطلع من بعد تناول الكربوهيدرات، بيبدأ هرمون الأنسولين يحول يدخل السكر جوه الخلية عشان ينتج طاقة. طب يا دكتور لو أنا جسمي ما هوش محتاج للكلام ده بيحصل إيه؟ بيخزنه في صورة دهون. فكلمة لو كارب دايتس يبقى أنت بتختار أطعمة منخفضة الكربوهيدرات مش عالية، خلاص؟ لو هتختار حاجة عالية الكارب زي الرز أو الفريك أو الشوفان يبقى بكميات صغيرة، ما ينفعش تتاخد بكميات كبيرة وتصنفها من تحت اللو كارب. يبقى إذا اللو كارب دايتس كمية صغيرة من حاجة هاي كارب بتشتغل لو كارب. يبقى نقطة واحدة كده أهو. يبقى مثلا ممكن آخد معلقة رز أو معلقتين رز، دي كمية صغيرة من حاجة هاي كارب لو أنا أكلت منها طبق رز كبير. رقم اتنين، الكربوهيدرات بتنقسم إلى شقين، شق بسيط وشق معقد. الشق البسيط اللي هو ايه؟ السكر صريح، عصاير، مشروبات غازيه، السكر بعينه احطه في الفاكهه، ده اسمه كربوهيدرات بسيطه، ده ممنوع منعا باتا في اللو كارب دايت. ليه يا دكتور؟ لان هو هيتلو بعده ارتفاع مفاجئ في هرمون الانسولين، الحرق بيقف. خدها قاعده، كلما زاد معدل الكربوهيدرات في جسمك هيزيد معدل الانسولين، هيقل معدل الحرق، والعكس صحيح. افهم بقى، فانت كلما زاد معدل الكربوهيدرات قل معدل الحرق، والعكس صحيح. هنقلل الكربوهيدرات الانسولين هيبدا يستقر، هرمون المضاد للانسولين اللي بيحرق الدهون هيبدا يشتغل، اسمه هرمون جلوكوجين. ما يخصكوش في حاجه ومحدش يسال في حاجه، المهم انك انت تبقى ماشي على استقرار في هرمون الانسولين. يبقى اذا هتمنع العصاير، عندي تريكه كده بسيطه للناس المدمن اللبن والفاكهه. الفاكهه تصنف من الاطعمه اللو كارب دايت واللبن بس امتى؟ بعد تناول الاكل. ما ينفعش حد ابدا يبدا يومه بلبن وفاكهه. ليه يا دكتور؟ لان هو هيرتفع هرمون الانسولين. اللو كارب دايت ما فيهوش اصلا الا كميات صغيره لبن، لكن انت ممكن بذكاء تعمل ايه؟ تدخل اللبن والفاكهه بعد تناول الاكل. لانك انت لو بدات اللبن والفاكهه على معده فاضيه هيرتفع هرمون الانسولين ونظريه هتتحقق، لكن لو انت عطيت بروتين زي بيض وعطيت مثلا خضار، طبق خضار كبير جدا، بعد كده شربت نص كوبايه لبن الى كوبايه لبن على حسب وزنك، وهقول لكم تعملوا ايه بالظبط، يبقى اذا انت كميه البروتين والدهون اللي في الوجبه ادت الى تقليل امتصاص اللاكتوز في اللبن. وبالتالي نفس الكلام في الغداء، بعد ما تتغدى البروتين بتاعك مع الدهون البسيطه اللي في اللو كارب دايتس مع طبق ملوخيه او سبانخ او بروكلي او كرنبيت او كوسه او طبق باميه او بتنجانه، لما تتحلي بعدها بساعه ولا ساعه ونص بثمره فاكهه، فانت خدت الفاكهه بالالياف، ده رقم واحد، ما عصرتهاش وخدتها بعد تناول الخضره، فبالتالي امتصاص الفركتوز بيقل، فبالتالي حرقك بيفضل مستمر. يبقى اذا لو كارب دايتس انت بتجعل دايما يومك منخفض الكربوهيدرات، فكل الخضروات الورقيه الغامقه اللون، جرجير وكرفس وبقدونس وكرات وبصل اخضر معانا، وفلفل اخضر وفلفل رومي وفلفل احمر، يتاخدوا الفلفل الاحمر والاصفر بكميات صغيره. ليه يا دكتور؟ عشان دول اعلى شويه في الكربوهيدرات. وبعد كده تخش على بند الغداء، عندك البتنجان لو كارب دايت، الملوخيه لو كارب دايت، الكرنبيت لو كارب، البروكلي لو كارب دايت، الباميه برضو لو كارب، الفاصوليا الخضراء الى حد ما كربوهيدراتها اعلى. خلاص انتوا عرفتوا عن ايه كربوهيدرات، فمش هقعد اعيد وازيد بقى.
فعرفتوا ايه الاكل اللي معانا هيتاخد جنب البروتين اللي هو هيبقى حجم كف ايدك، يعني ربع فرخه سمكيه. الرجاله اللي هم ماسكلر شويه ممكن ياخدوا نص فرخه، ممكن ياخدوا مثلا اسمه ايه ده سمكتين كبار مشويتين خلاص. ومش هنضيف الدهون، اللي هو المصدر الثالث اللي انا قلته. ليه يا دكتور مش هنضيف الدهون؟ لانك انت في اللو كارب دايتس بتحصل على الدهون بتاعتك من البروتين الداخلي، يعني البيضه ذات نفسها لو انت هتفطر بيضتين الصبح او 3 بيضات مسلوقتين، فانت اخدت حوالي 18 جرام بروتين واخدت حوالي 18 جرام دهون. ليه يا دكتور هو البيض فيه دهون؟ اه طبعا. والبروتين اللي انت بتاكله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وبتاخده مشوي فيه دهون، بس انت في اللو كارب دايتس مش مسموح لك زي الكيتو تدخل ايه دهون عاليه. ليه يا دكتور؟ لانك انت رافع الكفه الثانيه من الكربوهيدرات، فهم كفتين ميزان، كفه كارب وكفه ايه دهون. فلازم كفه تطب عشان تخس. لو عايز تثبت ارفع كارب ودهون بنسب معينه وقيس كل وزنك كل اسبوع عشان تعرف وزنك ايه. يبقى اذا انت في اللو كارب دايتس بتاخد البروتين بتاعك اللي هو البيض او جبنه قريش او طبق فول الصبح مع طبق سلطه، وبعد كده بتاخد نص كوبايه لبن الى كوبايه كبيره لبن على حسب وزنك. غالبا من وزن 50 من او وزن 60 لحد 100 بتاخد نص كوبايه لبن، وبعد كده بتبدا تاخد لو انت وزنك فوق ال 100 بتاخد كوبايه لبن. وبالنسبه للفاكهه يا ساده هتتاخد بعد الاكل هي واللبن خلاص، وبرده من رينج ثمرتين الى 3 ثمرات فاكهه. وفي فاكهه تصنف من منخفضه الكربوهيدرات. ايه هي الفاكهه اللي تصنف من منخفضه الكربوهيدرات؟ الفراوله والتوت البري اقل كربوهيدرات فيهم، كل 100 جرام مش عارف فيهم حوالي 5 جرام كربوهيدرات. المهم انت اجمالي يومك ما يعديش ال 50 جرام كارب وما تزودش في دهون. يا رب تكون المعلومه وصلت. طب يا دكتور ايه شروط اللو كارب دايت؟ شروط اللو كارب دايت اول حاجه لازم تحافظ على صيام 16 ساعه، يعني لو هتفطر الساعه 11 الصبح هتقفل يومك الساعة 7، لو هتفطر الساعة 12 الظهر هتقفل يومك الساعة 8، لو هتفطر الساعة 1 هتقفل يومك الساعة 9 وهكذا. يبقى انت بتحافظ على 16 ساعة صيام، ده رقم واحد. بتاخد مكمل غذائي فيتامينات مهم جدا يتاخد، مكمل غذائي فيتاميني مهم جدا لازم يتاخد، وبتاخد كالسيوم الصبح وبتاخد حاجة فيتامين بالليل. ومهم جدا تاخد السكر الدايت بتاعك من 2 الى 3 كيس وممكن تاخد 4. نوع السكر ايه؟ دور على سكر ما يستفزش هرمون الانسولين زي زيليتول، المادة العلمية بتاعته زيليتول. ممكن ساكرالوز مفيش مشاكل، ودي حلقة تانية لوحدها هنبقى نتكلم فيها عن السكر الدايت. مهم جدا في اللو كارب دايت ممنوع اللبن والفاكهة على غيار الريق، يعني انت بعد الصيام 16 ساعة خلاص انت عرفت انك انت لو كارب دايت، يعني انت الانسولين بتاعك ستيبل مور ستيبل اكثر استقراريه. فما ينفعش تبقى انت اول لما تفطر تفطر على فركتوز اللي هو جاي من الفاكهه وتفطر على لاكتوز اللي هو جاي من اللبن وتستفز هرمون الانسولين وتبوظ ايه العادات بتاعتك وتبوظ القيمه الغذائيه بتاعتك او قيمه الحرق بتاعتك. الاخطاء ديت هتلاقي ناس كتير جدا في الحلقه ديت هتعرف اخطائها وهتعرف تمشي على لو كارب دايت صح. في اللو كارب دايت مفيش عشاء، ليه يا دكتور؟ في فطار وغدا، واللبن يتاخد بعد الفطار والفاكهه يتاخد بعد الغدا. فلو عايز تحسب ان الفاكهه من ضمن حصص الكربوهيدرات بتاعتك تحسبها كوجبه عشاء اوكي، خدها وصوم 16 ساعه. بمناسبه بقى الصيام ده يناسب مين وما يناسبش مين، مبدئيا كده لو انت مريض سكر نوع تاني ما توصلش للصيام 16 ساعه، اخرك عدد ساعات النوم وامشي على نفس البرنامج مفيش مشاكل وتابع السكر. ده رقم واحد. رقم اتنين من ضمن شروطه برضو ملح البوتاسيوم، نص ملعقة ملح بوتاسيوم في اليوم وما نزودش خالص في الملح، اخرك نص ملعقة صغيرة وما تستخدمش الملح التاني. وبالنسبة للطماطم ما نكترش من الطماطم عشان كترها فيها سكر، الطماطم فيها 6 جرام كربوهيدرات خلاص، بلس ان فيها املاح بتحبس ميه فبلاش ناخدوا طماطم كتير، اخرنا مثلا من نص طماطمايه الى طماطمايه في اليوم. ولو لقيت نفسك مقفر في الطماطم وقف فاكهه اليوم دوت عشان ما تعديش الكربوهيدرات. لازم تعرف ان كلما قل مستوى الكربوهيدرات في يومك كلما زاد معدل حرق في الصاروخ. انتهى الكلام. حرقك هيفضل عالي طول ما انت
محافظ على مستوى هرمون الانسولين بتاعك في المستوى المستقر التام دائما. يا رب تكون الحلقه افادت الجميع. هينقصنا حاجه واحده بس، هي الاراده. عندك اراده هتعرف تخس، انك انت تلتزم بكافه التعليمات، هتمنع رز، عيش، مكرونه، سكريات، هتاخد اللبن والفاكهه بعد الفطار او بعد الغداء، هتحافظ على 16 ساعه صيام لحظة واحدة. لو انت مريض سكر نوع تاني البرنامج ده يناسبك، لو انت مريض سكر نوع اول البرنامج ده ما يناسبكش. ليه يا دكتور؟ عشان في شرط الصيام المتقطع، قلل عدد ساعات الصيام لو انت سكر نوع اول وبتاخد انسولين. ليه يا دكتور؟ عشان خاطر ما ينفعش المريض السكر نوع اول يخش في فترات صيام مطولة الا بامر من طبيبه الباطني، فلذلك لازم يقلل في عدد ساعات الصيام واخره عدد ساعات النوم، ويفشى على نفس البرنامج ويرفع حصه كربوهيدراتيه ويقلل حصص انسولين، او يتابع الانسولين لنسب الكربوهيدرات اللي بياخدها. ما تنسوش الشير واللايك لو انت على قناه اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتهز زرار اللايك وتعمل شير عشان غيرك يستفاد. كان معكم دكتور احمد عبد الباري، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه، دراسات عليا التغذيه، جامعه اسكندريه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.